مرحبا، سلام واهلا وسهلا، وبرضه سلام للجميع. اليوم احنا في الكونفدريشن بارك في مدينه اوتوا. الكونفدريشن بارك في شهر الشتاء وخاصه قبل اعياد الكريسماس شغله اسمها كريسماس نورثن لايتس. خليني اورجيكم شو بيسووا، اشياء جميله جدا في هذا المكان. طلعوا كل شجرة ملونة لون، فبعطي تناسق ألوان رائع خلاب جميل. طبعا اللي بعرفش الكونفدريشن بارك هو واقع أمام السيتي هول تبع مدينة أوتوا. مكان جميل جدا ورائع تيجوا تتصوروا فيه. هذا الفيديو سريع جدا بس ان شاء الله تنبسطوا وتيجوا تنبسطوا معي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل